2 مليار باوند. 2 مليار جنيه استرليني يعني 9.5 مليار ريال سعودي. السعودية عايزة تضخهم في سوق الانتقالات الصيفية الجاية. سعودي مصدوم من المبلغ اللي هتحطه السعودية عشان تجيب اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح ودي بروين، وده رغم فشل المحاولات الكتير لضم صلاح للدوري السعودي، ولكن السعودية مصممة حتى لو ده هيكلفهم 2 مليار جنيه استرليني. هيجي يعني هيجي. فيا ترى ليه السعودية مصممة على ضم صلاح؟ وهل هتنجح المرة دي في استقطاب لاعبين من الدوريات الأوروبية فعلا مهما كلفهم من فلوس، ولا زي ما بيتقال ولا مال الدنيا يشتري المصريين؟ ما بقاش حد عارف مصير صلاح هيكون ايه من قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. بيتقال انه هيروح للدوري السعودي وهينضم لنادي الاتحاد، وشوية يتقال هيروح ريال مدريد او برشلونة، وبعدين يتقال انه هيعتزل اللعب دوليا. ومن بعد المباراة الأخيرة للمنتخب والدنيا مقلوبة عليه، علشان يعني خرج من المباراة بعد 40 دقيقة تقريبا، ويتقال انه اتصاب، والبعض كان شايف ان اللي عمله ده هروب من المسؤولية. ولما اتقال ان صلاح مش هيلعب مع المنتخب تاني ما كانتش شائعات، وحصل فعلا. صلاح هيغيب عن مباراة الرأس الأخضر وكمان مباراة دور الستاشر، ودي هتكون قدام وصيف مجموعة المغرب، وده يا إما الكونغو الديمقراطية أو زامبيا. بس ده ما يمنعش إن في نفس الوقت السعودية بتحاول ضمه بكل الطرق. السعودية مستعدة تعمل أي حاجة وكل حاجة عشان تستقطب نجوم الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم طبعا محمد صلاح. ورغم كل المحاولات اللي تمت قبل كده وفشلت، ولكن مصممين حتى لو ده هيكلفهم 2 مليار جنيه استرليني. أيوة، هو ده المبلغ زي ما سمعت كده. القائمين على مشروع الدوري السعودي الجديد بيعمل بأقصى جهده علشان يضموا نجمين من العيار الثقيل إلى نجوم البطولة السعودية، وهما محمد صلاح هداف ليفربول وكيفين دي بروين جوهرة مانشستر سيتي. فهل ينجحوا المرة دي في ضمهم؟ البعض شايف إن ممكن ينجحوا مع دي بروين، لكن مع صلاح لأ، خاصة إنهم حاولوا معاه لما الاتحاد عرض عليه وهو رفض. ولو كان بيفكر يروح السعودية كان وافق، ولكن ده ما يمنعش إنه يفكر تاني. مصدر مقرب من محمد صلاح كشف عن تفاصيل عرض الدوري السعودي لضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، بس صلاح شكله قفل الموضوع بالضبة والمفتاح. المصدر قال إنه من 3 أسابيع بدأ مسؤولو الدوري السعودي في التواصل مع وكيل محمد صلاح، وكان رده انه مش بيفكر دلوقتي في الانضمام للدوري السعودي سواء في انتقالات يناير او في انتقالات الصيف المقبل، وبكده يكون صلاح قفل ملف المفاوضات للانتقال الى الدوري السعودي. واكد انه بيفكر في بطولة امم افريقيا والمنافسة على لقب الدوري الانجليزي مع ليفربول، ولكن الدوري السعودي مش ساكت، وقالوا انهم هيحاولوا معاه تاني عشان يقنعوه قبل التفاوض بشكل رسمي مع ليفربول، وفوضوا وسيط من خارج السعودية تماما عشان يتولى الأمور ويقنع نجم منتخب مصر بصفقة الانتقال إلى دوري روشن. ده طبعا لأن عقد صلاح خلاص هينتهي مع ليفربول في 2025، ولحد دلوقتي صلاح ما حسمش موقفه النهائي من التجديد للريدز. الغريب بقى ان في صحفي سعودي قال محمد صلاح هلالي الموسم القادم، ويمكن ده اللي استفز المصريين وقالوا ان المصريين مش بيشتروهم بالفلوس. اما بالنسبة بقى لدي بروين، تم بالفعل التواصل معاه من خلال نادي النصر والهلال، مع العلم ان عقده هينتهي برضه في 2025، وكمان بيب جوارديولا عايز يجدد معاه، ومن المتوقع من النادي السماوي وصول عرض ليه يزيد على 100 مليون جنيه استرليني، وده اللي خلى الجمهور يقول ان المحاولات مع الاتنين هتفشل. فيا ترى مصيرهم هيكون ايه مع انتهاء عقودهم في انديتهم؟